صحيح. طيب تعالوا بقى نروح دلوقتي لفقره الصحافه وتحديدا من جريده الشروق مع زميلتنا مريم سميح مراسله قناه الاهلي عشان نعرف منها اخر الاخبار الرياضيه المحليه والعربيه الموجوده في كل الصحف والمواقع الرياضيه. صباح الفل عليك وكل سنه وانت طيبه. يا صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. صباح الفل عليك يا كريم وصباح الفل عليك يا نهوان. كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون ألف سنة. والله دي أقل حاجة يا مريم. دي أقل حاجة نعملها. أحلى عيد ميلاد والله وسط كرو الأهلي وجمهور الأهلي. قولي لي خبر عيد ميلاد نهوان ده مش نازل عندك في الصحف والمواقع ولا إيه؟ والله لا يعني نزل كده بس احنا ايه هنضطر ان احنا ما نقولوش النهارده عشان طبعا ما نعملش قلق كبير يعني. رب تقضي يوم حلو النهارده يا نهوان. ميرسي يا ايه اخر الاخبار بقى الموجوده عندك؟ طبعا بصبح عليكم. تمام النهارده من مقر جريده الشروق عندنا عده اخبار على الصعيد المحلي والصعيد العالمي وكمان طبعا تحديدا من اخبار النادي الاهلي. البدايه مع اخبار الاهلي من جريده الشروق. رمضان صبحي قد يغيب عن لقاء امبي. سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اكد ان ممكن رمضان صبحي لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ممكن ان هو ما يشاركش في اللقاء الاول اللي هتكون بدايته مع بطولة الدوري الممتاز يوم الحد المقبل وده بسبب طبعا عقد رمضان صبحي مع هادرسفيلد الإنجليزي لأن التعاقد انتهى يوم 30 يونيو الماضي. فطبعا هم دلوقتي بيناقشوا مسؤولوا النادي الأهلي بيناقشوا فكرة أو قانونية مشاركة رمضان صبحي في اللقاء ده لأن طبعا مشاركته حاجة مهمة جدا يعني خاصة أن النادي دلوقتي بيتخذ عدة إجراءات في شراء رمضان صبحي بشكل نهائي. وطبعا عندنا كمان من موقع سوبر كورة من أخبار الأهلي أيضا إصابة جديدة في الأهلي بتصدم فايلر قبل مباراة إمبي. طبعا فايلر امبارح حصل له زي كده حالة من الهلع بسبب إصابة جديدة ضربت صفوف الفريق الأول لكرة القدم طبعا قبل المباراة الهامة لإمبي اللي هتقام يوم الحد المقبل. أصيب أيمن أشرف مدافع الفريق وده يمكن حالة الهلع دي مش بسبب إصابة أيمن أشرف بس لأن كمان خط الدفاع يمكن نقول بالكامل في إصابات. طبعا سعد سمير وعندنا كمان ياسر إبراهيم ومؤخرا رامي ربيعة اللي كان راجع يعني من إصابة برضو كانت مؤثرة عليه وده سبب حالة من القلق والتوتر في صفوف الفريق. دلوقتي على الصعيد المحلي من موقع في الجول استاد القاهرة قال ان احنا مستعدين لاستضافة مباريات الدوري وافريقيا. قال علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة ان الملعب اصبح جاهز لاستضافة مباريات الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا. طبعا هو كمان قال ان هو بيتمنى ان يكون يعني استضافة الجمهور بعدد معين علشان فيروس كورونا واتمنى ان القائمين على الموضوع ده يكون يحددوا عدد معين من الجمهور اللي هيكون موجود او هيستضيفوا استاد القاهره وطبعا هيتم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه في هذا الشان. كمان قال ان التوقف اللي حصل حوالي 100 يوم بسبب فيروس كورونا ده ساعد كتير جدا في ان هم يعملوا يمكن يعني نوع من الصيانه للارضيات بتاعه الاستاد وده هيكون ميزة كبيرة جدا في استضافة المباريات خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد بطولة الدوري أو بطولة أفريقيا. كمان من موقع اليوم السابع على الصعيد المحلي كان عندنا عنوان يعني الأبرز وهو أنه هيتم يعني تسديد الدفعات أو تسديد الدفعات للحكام بصفة شهرية. ده طبعا بعد أن هم كانوا خدوا حوالي 15 مليون جنيه خلال الفترة الماضية أو الخمس أشهر الماضية تحديدا بس دلوقتي في لائحة جديدة بتنص على أن هم الحكام هياخدوا يعني المستحقات بتاعتهم بصفة شهرية. وعلى الصعيد العالمي أخيرا
من مجلة فرانس فوتبول كان رونالدو كان ينوي الرحيل عن يوفنتوس. طبعا ده كان العنوان الأبرز من فرانس فوتبول، انه هو ذكرت التقارير الصحفية ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي كان بيفكر او ان هو بينوي الرحيل عن النادي بسبب الأداء السيء اللي هو شاف رونالدو ان النادي قدمه في مباراة لوكوموتيف موسكو اللي اقيمت طبعا في شهر اكتوبر الماضي. رونالدو كان بيفكر ان هو يروح باريس سان جيرمان علشان يكون مع طبعا نيمار ومبابي في خط الهجوم، بس هو يعني بعد كل الكلام اللي هو قاله او ان هو كان بيفكر في الرحيل بسبب الاداء السيء وان هو اتكلم كمان مع اداره النادي في رحيله، كل ده طبعا يعتبر يعني اتاجل او نقدر نقول ان هو شال الافكار دي من حساباته الفتره دي بعد جائحه فيروس كورونا. دي كانت أبرز الأخبار الرياضية على المستوى المحلي والعالمي وكمان من النادي الأهلي. عودة إلى الاستوديو مرة أخرى. بنشكرك يا مريم زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي، بنشكرك شكرا.